السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أم أماني. إن شاء الله راكم كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله راح نشارككم صابلي بريستيج بالشوكولا، حلوى رائعة شكلا وذوقا بمقادير بسيطة. هذه الحلوى توالم للأعراس والمناسبات السعيدة، أدامها الله على الجميع. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليولي لايك وتعليق، وإذا كانت أول مرة تزوروا القناة نقول لكم مرحبا بكم، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. بلا ما نطول عليكم راح نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبدا على بركه الله. راح نحتاج الى 250 غرام زبده او مارغرين تكون بحراره المطبخ، نضيف لها 2 صفار بيض وحبه بيض كامله، ونضيف نص كاس من السكر الناعم اللي هو سكر غلاس، ونضيف ايضا 2 مغارف كبار فلان ذوق شوكولا، ومغرف كبيره من شوكولاته تتقطلي. هنا نستخدم اي نوعيه تكون متوفره عندكم. نخلط هذه المكونات مع بعض حتى يذوب السكر والفلان، ونتحصل على خليط كريمي يكون بهذا الشكل. راح نضيف كأس من المكسرات تكون محمصة أو مرحية. بالنسبة للمكسرات استخدموا أي نوعية تكون عندكم، كاوكاو لوز اللي عندكم. هنا حمصوه لكن البنات ما تحمروش بزاف كما حمرته أنا، أنا غفلت عليه شوية في الفرن. وراح نضيف 2 مغارف كبار من الكاكاو، الكاكاو البني، ونصف كيس خميرة كيميائية. نخلط المكونات مع بعض، وراح نجمع بالفارينة. هنا راح نضيف الفارينة تدريجيا حتى نتحصل على عجينة تكون متماسكة. هنا ما لازمش نشف العجينة لأنه كما نعرفوا أنه الكاكاو ينشف العجينة، لذلك نخلي العجينة شوية طرية. هنا راح نجمع بلا ما نعجن، حنتحصل على عجينة بهذا القوام كما قلت لكم. نخليها شوية طرية، نغطيها ونخليها ترتاح في الثلاجة قبل ما نشكلها. بعد ما ارتاحت العجينة في الثلاجة حوالي ساعة، راح نفتحها بالحلال بالاستعانة بكيس بلاستيكي، راح يساعدني في الخدمة لما تكونش رقيقة بزاف وما تكونش خشينة. من بعد راح نشكلها بقطاعة دائرية. هذا بالنسبة للشكل الأول، راح نقطعها بقطاعة دائرية وراح نحطها في صينية الفرن. لكن ما راكم تلاحظوا راح تساعدني في الخدمة لأني خليتها ارتاحت في الثلاجة، راح نهزها بكل سهولة. وبعد ما تطيب راح تحافظ على شكلها. بالنسبة للشكل الثاني راح نستخدم هذا القطاعة. بعد ما نفتح العجينة نشكلها بهذا القطاعة، وندخل الحلوى للفرن على درجة 180 درجة حتى تطيب. بعد ما طابت الحلوى نخرجها من الفرن نخليها تبرد، وراح نلصقها بشوكولاتة تتقطلي. بما انه هذه الحلوى بذوق الشوكولا فضلت اني نلصقها بشوكولاتة تتقطلي، اللي ممكن انكم تعوضوها بكريمة الزبدة. راح تلقاو عدة وصفات على القناة. راح نحط كمية من شوكولاتة تتقطلي فوق الصابلي، نحط حبة من فوق ونضغط شوية. إذا كنا في فصل الصيف من الأحسن بعد ما نلصق الحلوى ندخلها للثلاجة تتماسك الشوكولا قبل ما نقلصيها من فوق. نكمل لصق الحلوى بنفس الطريقة. بالنسبة للتزيين راح نحتاج إلى هذا المول من سيليكون، مول دوميسفير. راح نخير الصغير لأنه فيه عدة أحجام، راح نختار الصغير اللي فيه 24 حبة. هذا هو المول اللي راح نستخدمه في التزيين، راح متوفر في الأسواق. أنا كنت ذوبت كمية من الشوكولا بالحليب، ضفت لها كمية قليلة من الشوكولا السوداء، ذوبتهم على حمام مائي من دون إضافات. وراح ندهن المول، راح نستخدم البانسو، راح ندير الطبقة الأولى من الشوكولا. بعد ما نحط الطبقة الأولى من الشوكولا راح نحط المول في المجمد، من بعد راح نخرجه نزيد الطبقة الثانية، نكرر هذه العملية 3 مرات. هنا بعد ما درت الطبقة الأولى دخلت للمجمد، وراني ندير في الطبقة الثانية، نعود نرجع للمجمد ونزيد الطبقة الثالثة. الشوكولا اللي تبقات لي راح نقلاصي بها الحلوى. راح نعطيكم ملاحظة مهمة كي تستخدموا الشوكولا في الصيف،
وتكون درجة الحرارة مرتفعة كما هذه الأيام. أول شيء ما لازمش تضيفوا الزيت للشوكولا لأنها راح تذوب. الشيء الثاني، إذا حضرنا كمية كبيرة للأعراس أو الأخوات اللي يخدموا لي كوموند، من الأحسن نضيفوا الشوكولا، هذه الشوكولا السوداء راح نضيف لها كمية من الكاكاو، والشوكولا البيضاء راح نضيف لها المايزينا. كنت حطيت لكم فيديو مفصل على طريقة استخدام الشوكولا في الصيف، راح نحط لكم رابط الوصفة أسفل الفيديو. هنا بعد ما قلصيت الحلوى راح نحي الكمية الزائدة من الشوكولا ونحطها تنشف. الشكل الثاني حضرته بنفس الطريقة، يعني حشيته بشوكولاتة الطلي وقلصيته من فوق بالشوكولا. بالنسبة للتزيين راح نحتاج الكمية من المكسرات على حساب اللي متوفر عندكم مقطعين، ونحتاج إلى كمية من الورد المجفف. نحتاج أيضا إلى الملمع الغذائي الذهبي على شكل بودر، هذه هي النوعية اللي استخدمتها، متوفر عند اللي يبيع لوازم الحلويات. راح نخلطه مع هذا السائل، أيضا متوفر عند اللي يبيع لوازم الحلويات. إذا ما كانش متوفر سائل ممكن أني نعوضه بعصير الليمون. راح نحط كمية من الملمع الغذائي الذهبي ونضيف فوقه كمية من السائل، راح نحط كمية قليلة فقط ونحرك حتى نتحصل على قوام ما يكونش خفيف وما يكونش ثقيل بزاف. هنا اذا تحصلنا على خليط خفيف ممكن اني نضيف له كميه من الملمع الغذائي الذهبي، واذا كان ثقيل ممكن نضيف له كميه من السائل، يعني احنا نتحكموا في القوام كما نحبوا. راح ناخذ هذو انصاف الشوكولا اللي نحيتهم من مول السيليكون وراح نزينهم على الاطراف بالبانسو، نحط كميه قليله فقط. من بعد راح نزين الحلوى من فوق بهذا الملمع الذهبي. راح نحتاج الفرشاة أسنان أكيد تكون جديدة، بصبعي نضغط عليها بهذه الطريقة حتى نتحصل على صابلي موجتي بهذا الشكل. هذا هو شكله، نفس الطريقة مع الشكل الثاني. ناخذ دوائر الشوكولا نحط فيها كميه من شوكولاته الطلي اللي راح نثبت فيها المكسرات. بالنسبه للمكسرات كما قلت لكم على حساب واش عندكم، اذا كان حبات اللوز كبار نقسمهم على زوج، واذا كانوا صغار كما اللي عندي راح نحط حبه كامله. بالنسبه للجوز كل ربع حبه نزيد نقسمها على زوج ولا ثلاثه على حساب حجم الحبه، وباقي المكسرات نقسمهم على زوج. بعد ما حطيت المكسرات راح نحط الورد المجفف في الوسط، وراح نثبت هذا التزيين فوق الحلوى. راح نحط كمية قليلة من الشوكولا على الطرف ونثبت التزيين بشكل مائل. بالنسبة للتزيين الثاني، إما أني نحط أنصاف الجوز مباشرة فوق الحلوى نثبتهم بالشوكولا، أو أني نحط لهم كمية من الملمع من فوق من بعد راح نثبتهم فوق الحلوى بكمية من الشوكولا. نكمل نزين الحلوى بنفس الطريقة ونشوفها في صحن التقديم. هذا هو الشكل النهائي للحلوى اللي حضرتها معكم اليوم، اللي كانت صابلي موجتي بالشوكولا. حلوى رائعة الشكل والمذاق، خاصة الشكل الأول تناسب بزاف أفراحكم. هذه الكمية تعطيني 40 حبة. هذا الشكل الأول وهذا الشكل الثاني. أتمنى البنات أنكم تجربوا الوصفة وتنجحوا في تحضيرها، تشاركوني تطبيقاتكم. مبقى لي غير نقولكم إلى اللقاء، نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد وصفة جديدة بإذن الله.